شهوة أو بغير ذلك. وورد أن رجلا من فزارة أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسود، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق يعني الأسود الذي يميل إلى الغبرة، ليس حالك السواد. قال: نعم. قال: فمن أين؟ يعني هي كلها حمرة، ده جه أسود بقى منين؟ قال: لعله نزعة عرق. قال: وهذا لعله نزعة عرق. يبقى النبي عليه السلام قاس، عمل عملية قياس في هذه المسألة. وإعلام الموقعين بالذات الجزء الأول من إعلام الموقعين للإمام ابن القيم فيه أمثلة كثيرة جدا لأقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أفعال الصحابة، الصحابة كانوا يعتبرون النظير بنظيره، يقيسون النظير عن النظير، قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة مثلا، وبايعوا أبا بكر وقالوا: رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ دي قياس. وقاسوا خليفة الرسول على الرسول، وحاربوا مانع الزكاة الذين منعوها استنادا إلى أنه كان يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته سكن لهم، لقوله عز من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب خلاص، ما بقاش فيه وصل عليهم لأنه مات صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب في عهده إلى أبي موسى الأشعري: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، ثم قايس بين الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. يعني بيدعوه إلى القياس وأن يعرف الأمثال، يعني أن يعرف مثل الشيء ونظيره وقريبه وشبيهه حتى يقيس عليه، لأنه عندما يفتقد النص لابد أن يبحث عن شيء يشبه الواقعة التي يحكم فيها، لأنه أرسله قاضيا. ولذلك دي بتسمى يعني خطبة القضاء من سيدنا عمر، وهي عظيمة جدا: والقضاء يحفظون عن ظهر قلب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب، ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الإيه؟ الألباب. ده كلام سيدنا علي. وروى ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، نهى عن بيع الطعام قبل أن إيه؟ أن يقبض، يعني المشتري يتسلم البضاعة وياخدها ويشوفها ويقبضها ويدفع المال، يعني ما يشتريش عمياني دون أن يعرف ماذا يشتري. قال: لا أحسب كل شيء إلا مثله، لا أحسب كل شيء إلا مثله. يعني إيه لا أحسب كل شيء إلا مثله؟ ده كلام هو ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يشوف الطعام بعنيه يقدر يدفع مبلغ يماثل ما يستحقه الطعام، فما يدفعش مبلغ عمياني، ما يبقاش جزافي، ما يبقاش فيه غرر، ما يبقاش فيه جزاف. وقد نقل ابن القيم أيضا في الجزء الثاني أمثلة كثيرة لفتاوى الصحابة عن طريق القياس، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على صحابته قياسهم، فإنكار حجية القياس تخطئ لما سار عليه الصحابة. أيضا من المعقول، العلماء استدلوا بالمعقول يعني بالعقل،
فأظهروا أدلته من المعقول ثلاث حاجات. قالوا إن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من التشريع، أي تشريع غايته إيه؟ مصلحة العباد. فإذا ساوت الواقعة التي لا نص عليها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي مظنة المصلحة، قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع. فمثلا ربنا حرم الخمر حفاظا على عقول العباد، طب لو جت حاجة تانية تذهب عقول العباد، يبقى مقصود الشارع لو لم نحرمه يبقى مقصود الشارع ذهب. يبقى بيقول لنا ما تشربوش خمر، لا تسكروا بالخمر لكن اسكروا بالمخدرات. يبقى المقصود هنا لابد أن يكون متحدا موحدا لمصلحة العباد وحدة في كل المواقف. أيضا الأمر الثاني من المعقول أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية، لها نهاية لها حد، أما وقائع الناس وأقضية الناس فغير محدود. فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية المحدودة هي وحدها المصدر الرئيسي للتشريع للأمور التي لا تتناهى. فالقياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجددة ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوفق بين التشريع والمصالح. يعني إيه؟ ممكن واحد يقول لك يا أخي ما هو النبي مات صلى الله عليه وسلم والشريعة اكتملت وما قالش حكم الحاجة الفلانية، فخلاص يبقى ملهاش حكم. نقول له لا، النصوص الشرعية محدودة، إنما وقائع الناس كتيرة جدا، فاللي صدر فيه حكم أكيد له نظائر فيما لم يصدر فيه حكم، فيأخذ النظير حكم النظير. نمرة ثلاثة آخر حاجة، قالوا إن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق السليم. ليه؟ قالوا من نهى عن شراب معين لأنه سام، لنفترض إن ربنا سبحانه وتعالى نهى عن شراب معين لأنه سام، أليس من الفطرة السليمة والمنطق الصحيح إن كل شراب سام يبقى منهي عنه؟ ولا هنا عنده بس هو قال ما تشربوش الشراب ده لأنه سام، هل المقصود نفس الشراب ده؟ لا، كل المقصود هو الايه؟ هو السم. فأي حاجة فيها سم تبقى حكمها حكم هذا الشراب بالمنطق. فكذلك من حرم عليه تصرف لأن فيه اعتداء وظلم، حرم عليه تصرف معين لأن فيه اعتداء وظلم للغير، يجب أن يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره. فلا يعرف بين الناس اختلاف في أن ما يجري على أحد المثلين يجري على الآخر ما دام لا فارق بينهما، ما دام ما فيش فارق واضح. طب ما اللي نفوا القياس؟ نفوا القياس ليه؟ صلوا على سيدنا رسول الله، زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن القياس مبني على الظن، عندهم ظن بأن علة الحكم كذا، ده مجرد ظن، والمبني على الظن ظني. والله سبحانه وتعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم. طبعا هذه شبهة واهية. ليه؟ لأن المنهي عنه هو اتباع الظن في العقيدة، اتباع الظن في العقيدة. أما في الأحكام العملية فأكثر أدلتها ظنية، أكثر أدلة الأحكام ظنية. يعني اللي بينفوا القياس تمام بياخدوا بحديث الأحاد، بيصلوا بيصوموا.